هنعمل ايه النهارده؟ مشروب يحرق الدهون وينزل الكوليسترول في الدم ويكبر حجم الثدي. حد هيقول لي يا عم انت بتجيب الكلام ده منين؟ لا، الكلام ده حقيقي، واحنا برضو عن تجارب عملناها قبل كده، فاحنا بنقول لكم النصيحه، ولو تمشي معاكم جربهم، نفعت معاكم خير وبركه، ما نفعتش نقول لكم على وصفه تانية. وكل اللي احنا بنشتغل عليه فاطمتين خليكم معايا، كل اللي احنا بنشتغل عليه مشاريب طبيعيه، ما فيش فيها اي كيميكال يقدر يأذي الجسم او يضر الجسم او يبقى ليه اضرار. طب ايه الوصفه بتاعت النهارده؟ جبنا الميه اللي بتغلى اهيت زي ما عملنا الشعير امبارح، بس هنعمل النهارده شمر. ايه الشمر ده يا فاطمه؟ الشمر ده يا جماعه موجود عند الراجل العطار اللي يبقى موجود على نصي كل شارع من شوارعنا اهو، زي ما انتم شايفين الشمر اهو، والميه بتغلي على النار. واسلام بتاع الكاميرا يخليه معايا، طبعا اسلام الكاميرا ده يا جماعه اللي عمل العدس يوم الخميس، هو اللي موجود معانا النهارده مدير تصوير. وادي الشمر يا جماعه، بناخد معلقه كبيره بنحطها على الميه بتغلي كده زي ما انتم شايفين، كمان نص معلقه اهي. طعمه حلو، طعمه جميل، بيحرق نسبة الفات، كل ما هو عنده الأرداف زايدة أو الوسط زايد أو في ترهلات في أي منطقة في الجسم، يشرب شمر الصبح على ريق النوم ويشربه قبل النوم، كوبايتين على ريق النوم وقبل النوم. شمر حاجة طبيعية ملهاش أي أضرار. اللي عنده سكر، عنده ضغط، عنده أي مرض مزمن، لا هنقول بقى هترفع الضغط ولا هترفع السكر، حاجات طبيعية يعني الطبيعة فيها 100% ملهاش أي أضرار. شمر مع مية بتغلي زي ما انتم شايفين اهي، وهنبدا نصفيها. طبعا طبعا المصفى فينا فاطمه، المصفى اهي، وهنبدا نصفي، ما بياخدش وقت كبير على النار اهو، اول ما الميه تغلي بيه اول غلوه نبدا نصفيه. يبقى مشروب النهارده يا فاطمه ايه؟ الشمر اهو، زي ما انتم شايفين اللون بتاعه طالع عامل ازاي. شمر يحرق نسبه الفات، لو الكوليسترول عالي في الدم يظبطه، لو في ترهلات في اي منطقه في الجسم يضيعها، زائد لو ده بكبر برضو حجم الثدي لاخواتنا اللي بيتفرجوا علينا. وعن تجارب، عن تجارب احنا مجربين الموضوع ده قبل كده، وعشان كده انتوا يعني اهو، امور سهله والامور بسيطه.